ربنا يبارك لك فيهم يا امين رب يا رب. ويخليهم لك. بس ارجع لخالد مرتجي بقى، بدأت رياضي ولعبت سباحة ولعبت هاند بول ولعبت كورة و و و، لكن هل كنت تتخيل في يوم من الأيام انك يعني هتكمل مسيرة الوالد في المجال الإداري؟ والله بص انا يعني عمري ما كان يعني عارف، برضو ارجع اقول ايه، الواحد اتربى جوه النادي الاهلي في بيته، نعم ما كانش فيه تفكير يعني. هو اكتر اول واحد الحقيقه حطني على السكه دي الحقيقه يعني كان الكابتن حسن حمدي، يعني في احد الدورات العربيه، اول بطوله عربيه نعم عملناها، وكان حتى كابتن خطيب ما كانش لسه في، ما كانش في مجلس الاداره، كان فتره كان كابتن حسن رئيس النادي كان في كابتن التوقيت ده، حسن نائب رئيس نائب النادي، كان رئيس ايام النادي. كابتن صالح. نعم دي كانت على ما اظن كانت 95 او 95 96 96 كنت بلعب انا. بالظبط، نعم كنت بتلعب بقى. وكابتن حسن قال لي انا شايف فيك كادر اداري كويس، فانا عايزك تشتغل معانا في البطوله العربيه، كويس. هتشتغل مع الكابتن خطيب. كان كابتن خطيب ساعتها هو ماسك رئيس لجنه العلاقات العامه، وكان مع كان كنت وكان واخدني انا مقرر، وزميلي وحبيبي وحبيبنا كلنا المهندس عبد المنعم الصاوي طبعا كان مقرر تاني، وكان معانا زكريا ناصف، وكان معانا كام واحد كده كويس. كأعضاء، وكان كلف ليا ان انا اكون مرافق ليه. كانت دوره اسمها دوره الدكتور عبد الفتاح ناظر، نعم كان وزير كان وزير البترول، كان وزير الاعلام اخوه بقى كان هشام ناظر، نعم كان كان وزير وزير البترول، البترول صح، وهو كان وكانوا رئيس نادي اتحاد جدة. بالظبط كده، نعم نعم واختاروني ان انا اكون نعم المرافق بتاعه. يعني دي كانت بدايتي الاداريه مع النادي الاهلي. ايوه وبالتالي بعد كده الكابتن خطيب الدوره البطوله اللي بعدها كابتن حسن اختارني بقيت رئيس اللجنه، كابتن خطيب ما يعني ما كانش افيلبل في الوقت ده، وبديت بقى اتدرج شويه شويه، عملت ماتش ريال مدريد شويه ايوه شويه، بديت لغايه 2004 كانت بقى البدايه بتاعتي كعضو مجلس اداره كعضو مجلس اداره. في قائمه كابتن حسن حمدي. طبعا رحت نعم الكابتن حسن، رحت لابويا الاول فقلت له يعني انا عايز ابقى، حاسس ان انا نفسي ابقى عضو مجلس اداره، حلو ان انا اكون موجود اداري يعني. فقال لي يا ابني كبير العيله النهارده هو حسن حمدي. ياه قال لي كبير تروح، العيله الاهلاويه قال لي ده تروح، الفريق مرتجي رئيس والله النادي الاهلي. قال لي كده بالظبط، قال لي تروح بالظبط يعني مع حفظ الالقاب، نعم قال لي تروح لحسن تستاذنه، لو هياخدك معاه يا ابني في القايمه انزل، لو مش هياخدك معاه ما تنزلش. يا سلام. والله ورحت واستاذنته، قلت له كابتن حسن كذا 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 كذا، قال لي بص احنا عندنا لجنه حكمه وكده، وخليني انا هقول لك. كويس. والاخر لحظه دايما كابتن يوم حسن كده. الجمعه والتقديم اخر الصبح يوم. اخر يوم كلمني في التليفون قال لي جهز ورق، يعني كان مجهز، كنت مجهز ورق، قال لي تعالى النادي تعالى قدم. انت معاد مع موجود معاه. والحمد لله ربنا كرمني ساعتها وخدت حتى اعلى اصوات، طبعا ما كانش حد يعرفني قوي، لكن انا بقول فريق ان مرتجي بدايتي كانت الفريق مرتجي، طبعا يعني هو له فضل عليا كبير جدا. كان علينا كلنا. انا دايما بقول في ثلاثه ليهم فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ابويا وحسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى، وكابتن حسن حمدي، يا سلام. دول الثلاثه اللي هم فعلا حطوني على التراك، ويتبعهم المهندس مصطفى فهمي، والله لان هو اللي كان من ضمن الناس اللي زقتني في الاتحاد الدولي. نعم طيب بعد كده الدنيا بعد كده بقى اختلفت شوية يعني وخرجتوا بسبب خرجنا الثمان بسبب سنوات الثمان سنين ورجعنا وبعدين تاني جه المهندس محمود طاهر 2017. دورة وبعدين